النقطة دي أنا هروح لنقطة مشابهة ليها وهي المساومة. يعني هتعمل كذا هجيب لك كذا، مش هتعمل حتى يعني لو عمل هو مثلا، لو هتجيب مثلا هنتكلم لو احنا في دراسة ولو جبت المجموع التقدير الفلاني هجيب لك الحاجة اللي انت طلبتها. انا عملت كل ما في وسعي ودي ما قدرتي وجبت التقدير اقل شوية من اللي بابا كان عاوزه او ماما كانت عاوزاه، فانت ما جبتش تقدير اللي انا قلت لك عليه، انا مش هجيب لك الحاجة اللي انت طلبتها مني. ده صح ولا غلط؟ صح صح. حتى لو انا عملت في وسعي كل حاجه عشان اذاكر و بصي، احنا بنعمل ديل مع الولاد، لو انت جبت، وبلاش يا جماعه نقول لهم لو جبتوا فول مارك في كل المواد عشان دي ظلم باين للولاد، تمام؟ بس هنقول لو انت مثلا استلي في كل ماده نص درجه، في كل ماده درجه، كل ام واب مقيم جيد لابنه، تمام؟ بس ما نعلاش قوي بسقف طموحاتنا عشان ما نكونش بنعجزهم يعني. فجي الولد الشاطر وما جابش السكورز اللي احنا متفقين عليها جوه الديل، انا كأب وام المفروض اعمل ايه؟ ما جيبش الديل اللي احنا اتفقنا عليه، وعدي وقت شويه انبسط بنتيجته واقول له انت شاطر وبرافو. انا شايفه تعبه يعني، انا عارفه، ما انا هكمل تعبه. ما انا هكمل، انبسط بنجاحه واقول له انت شاطر وبرافو عليك وانا فخوره بيك والسنه الجايه هتجيب اعلى من كده، واستنى يومين ثلاثه واقول له ما تيجي نجيب حاجه احنا كنا متفقين، طبعا احنا في الاتفاق بنتفق هنجيب كذا وبكام ومن فين وكده، هاخده بقى حته تانية خالص. بص، عشان انا عارفه ان انت بذلت مجهود حلو، ممكن تختار من المكان ده، ما يروحش ابدا ناحيه المكان اللي انا كنت قايله له عليه او بنفس الباكج. لا طبعا لازم اقلل شويه، لو كنت عامله كده هقلل كده، لو كنت قايله سي قرش يبقى نص قرش، قرشين يبقى قرش، وهكذا، ومش في يومها ومش في وقتها. طب ليه يا دكتور الكلام ده؟ علشان احنا متفقين ان الكلمه اللي تطلع من بقي عهد تتنفذ، عشان هو ما يجيش السنه الجايه، لازم احنا، هم اذكى مننا، لازم نعترف كل الولاد أذكى مننا، عشان هو ما يجيش السنة الجاية أو في الامتحانات الجاية يقول إيه؟ ما أنا السنة اللي فاتت نزلت شوية وبرضه جاب لي اللي أنا عايزه. فالسنة دي هتلاقيه تراخى في الموضوع، لكن أنا لما أعمل كده أبقى أنا مسكت موضوع يجرح ويعصب، ما عملتش الديل اللي إحنا اتفقنا عليه؟ ما عملناش، بس أنا برضه عصبت، طبطبت، جبت حاجة تاني، والحاجة اللي إحنا اتفقنا عليها موجودة، بس لما توريني في بطولة التدريب بتاعك خدت البطولة، الولاد كلها بتلعب رياضة، ممكن نعمل، ندخل بقى المساومة في قصة تاني، أو الديل، أنا ما بحبش مساومة بصراحة، بسميه ديل، أدخل الديل، لكن ما جابش درجات وأنا شايفة تعبه نعمل الطريقة دي. لكن نفس الحاجة لا، هتلاقي نبص لقدام شوية، الولاد كلها أذكياء. طب بلاش المساومة، خليها الديل، ونروح لنقطة تانية يعني مشابهة ليها، الرشوة. انا مش عارفه هي المصطلحات شويه جديده، بس هي بتبقى كده، انتوا بتفاجئوني يا جماعه، بتبقى كده يعني، اللي هو بابا هتعمل حاجه هجيب لك حاجه، وهو كمان العكس يعني، هتقول لي على حاجه بس هعملها لك بس تديني الحاجه، يعني حاجه مقابل حاجه. البالونه هتفرقع في وش بابا في وقت من الاوقات، والولد الصغير اللي كان بيطلب لولي بوب وتشوكلت ومش عارف ايه، بعد شويه هيطلب ايفون، هيطلب مش عارف بلاي ستيشن ايه، وهو لسه عنده 7 سنين، فبابا مش هيقدر يعمل اللي هو بيقول عليه ان كل حرف يكتبه في الكابي بوك، او كل صفحه يكتبها، او كل نص ساعه يقعد يذاكرها هيجيب له عليها مقابل، دي كارثه. طيب احنا نعمل ايه؟ لو ذاكرنا الاسبوع ده كله على بعضه كويس هنعمل كذا، بلاش كل خطوه بحساب. الولد نفسه بعد شويه يطلع يعمل كده مع اصحابه، اعمل لك كذا بس تديني قدام، ما احنا ده محاكاه وتقليد، تنشئه، اللي بينشا على حاجه من صغير بيشيب عليها، بيكمل عليها.